انا ليلي، انا مودي، واحنا من ليل مودي وورلد. النهارده جايين لكم بفيديو مختلف. احنا قضينا اسبوع في مكان عجبنا جدا، واحنا قررنا نعمل لكم ريفيو في المكان اللي احنا فيه، والمكان هو جولدن بيتش 2، قريه جولدن بيتش 2 في راس سدر. قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب وكومنت والجرس عشان نوصل لكم كل جديد. ويلا ودلوقتي هنعمل جولة حرة في القرية. وده فندق تحت الانشاء هيفتتحوه قريب جدا. دي نافورة قدام مدخل القرية. وهو ده مدخل القرية. وده الفندق اللي قلت لكم عليه. دي الشاليهات زي ما انتوا شايفين، وده الخلف بتاعها، والامامي بتاع كل الشاليهات بتطل على البولز والجاردنز. وطبعا ما عرفناش ندخل العربيه عشان ما فيش طرق جوه. زي ما انتوا شايفين السرعة في القرية 30 كيلو متر في الساعة.
وده المطعم الرئيسي اللي في القرية. وده سوبر ماركت من الاثنين اللي موجودين في القرية. ودي الكيدز اريا فيها العاب كتيرة جدا حلوة قوي واستمتعنا بيها قوي. ده السوبر ماركت التاني. وده هو كافيه الأورينتال. وده شارع من الشوارع الرئيسية اللي بيربط ما بين البوابة والبحر. دلوقتي داخلين على الأكواخ الصغيرة. ودي الشاليهات اللي بتطل على البسين.
وده هو شكل الأكوة الصغيرة. ده أحمد أهو بيمشي. وكمان نقدر نشوف الأكوة الكبيرة وإحنا في الأكوة الصغيرة. الجاردنز في كل مكان عامل شكل جميل، ودي اهم حاجة بتميز جولد بيتش 2. ودلوقتي احنا رحنا الاكوا الكبير، شايفين الجمال، منظر البول تحفة بجد. كمان ممكن نشوف البحر من الاكوا الكبيرة. دي الشاليهات اللي بتطلع على الأكوا. المنظر جميل جدا. ودي الأكوا صغيرة بنشوفها من الأكوا الكبيرة برضو، يعني كده هم قريبين من بعض جدا جدا جدا. الأكوا الصغيرة هنا اهي قريبة قوي من الأكوا الكبيرة. الحقيقة البول الكبير ده جميل قوي واستمتعنا فيه، وهو متقسم لمستويات للكبار والأطفال.
الأقوى كبيرة حلوة قوي. وده الدش اللي بناخد شاور فيه قبل وبعد ما ننزل البول. دلوقتي داخلين على المسرح الروماني، وطبعا هو بيبقى سينما صيفي وبيشغل افلام، وكمان بيتعمل هنا حفلات في الصيف. منظره حلو قوي والتصميم جميل جدا. ودلوقتي وصلنا البحر وختامها مسك. وده كافيه على البحر وفي كافيه تاني زيه.
جميل قوي، وده الشط شكله رائع، وده الدش بناخد فيه الشاور بعد البحر، وطبعا بيبقى فيه كذا واحد. طبعا كنا الصبح بدري قوي، والكراسي ما كانتش اتوزعت على الشمس، شايفين جمال البحر ونقاء المياه تجنن. ودي كرة تانية في راس صدر. ودلوقتي هنسيبكم مع مجموعة صور للغروب صورناهم نفسنا في قرية جولدن بيتش 2، واستنونا فيديوهات تانية كتير. باي.